مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم ونشكر الزميل مصطفى ستار على هذه المعلومات حول أحوال الطقس والمناخ، ونتواصل وإياكم لنتعرف على بقية فقرات حلقتنا لهذا اليوم. ووصلنا إلى فقرة حديثنا. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة حديث حقيقة يشير إلى مسألة عروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. لنتحدث حول هذا الموضوع بتفاصيل أكثر سنكون معكم وهذه الفقرة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ حسن السلاوي الباحث الإسلامي وأيضا مسؤول التبليغ الديني في مزار العلوية الشريفة بنت الإمام الحسن عليه السلام. أهلا وسهلا بكم شيخنا، وأسعد الله صباحكم بكل خير. وعليكم السلام. علينا قيامكم وأعمالكم إن شاء الله تعالى. منا ومنكم إن شاء الله شيخنا. ذكرت المفكرة الإسلامية أن اليوم هو ذكرى عروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. كثير خلال السنة يمر علينا مناسبات تذكر فيها عروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، وأيضا تثار أسئلة حول هذه الحادثة. فاليوم نريد نأخذ معلومات من جنابكم حتى نستفيد منها وأيضا يستفيد المشاهدين، فراح نطرق عليكم سؤال: كم مرة عرج الرسول إلى السماء، وما الفرق بين ليلة الإسراء والمعراج وبين عروجه في شهر رمضان المبارك؟ أحسنتم كثير، جزاكم الله خير الجزاء. طبعا حتما أنه كثير ما يتداول على أنه كم مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء. خلينا نتحدث أولا من جهة الإمكان وكذا من جهة الوقوع. من جهة الإمكان أنه متى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه يصل إلى تلك الأماكن أو إلى عالم الملكوت، الله عز وجل يعطي ذلك إلى نبيه، لأنه هو خير من عرف الله عز وجل، لأنه كذا بلغ أعلى درجات الكمال والمنزل والمقام، وهو المفضل على سائر الخلق بمعية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. فبالنتيجة من جهة الإمكان القضية ممكنة، وممكن أنه ما نفتح المجال وما نحدها بحد معين، لأن له ولاية تشريعية وكذا ولاية تكوينية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللي يتفرع طبعا على الولاية التكوينية أن له ولاية الإيجاد وأن له ولاية الإنماء وكذا ولاية الإبقاء والجزاء. طبعا كل واحدة تحتاج إلى شرح الإيجاد بأن الكون كله وجد من أجل محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، والإنماء أن هذا كل مستمر ببركاتهم، والإبقاء لولاهم لما أبقى الله عز وجل على الوجود، والجزاء أيضا لهم يوم القيامة وقفة، وأنه أنت يا علي قسيم الجنة والنار. على كل حال، فمن جهة الإمكان ممكن، أما من جهة الوقوع قالوا أنه وقعت مرة واحدة استنادا إلى القرآن، لأن القرآن أشار إلى هذه الواقعة مرة واحدة في سورتين، في سورة الإسراء، في سورة النجم، وفي السورة الأخرى. من جهة الوقوع أيضا كذلك ذكروا أنه حدثت مرتين، المرة الأولى من بيت أمهاني بنت أبي طالب، والأخرى من المسجد الحرام. ولكن وجدنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا، أنه هذا طبعا اللي عليه الأئمة واللي عليه شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، على أنه حدثت أكثر من ذلك، بل حدثت 120 مرة. فاللي ورد بهذا الصدد على لسان إمامنا الصادق عليه السلام قال: عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها بالولاية لعلي والأئمة عليهم السلام أكثر مما أوصاه بالفرائض. فإذا أنها وقعت، نفهم أنه وقعت أكثر من مرة هذه المنزلة والمنقبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما السؤال الآخر،
الفرق بين المبعث النبوي وبين الإسراء والمعراج. حتما يقع الخلط عند بعض الأحبة فيما بين الاثنين. نقول أن كل من المبعث والإسراء هي من آيات الله تبارك وتعالى. لذا نرى أنه فوجدنا الخلط ما بين المؤمنين بهذا المجال. إن المبعث نقول لهم المبعث النبوي كان وحدث في عالم الملك. أي في الدنيا، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بلوغ 40 من عمره الشريف وكان يعبد الله تبارك وتعالى في ذلك الجبل، جبل النور في مكة المكرمة، حيث آن الأوان لأجل أن يبلغ برسالته ويدعو إلى التوحيد والإسلام. لأنه كان المجتمع المكي آنذاك يعبد الأصنام اللات وهبل وأدد واليسع وهي المسميات، فكانت الوثنية لها صداها. ولذا في 27 من رجب الأصاب، هاي لتصحيح المعلومة للأحبة، في 27 من رجب الأصاب قبل الهجرة ب13 سنة، 13 سنة قبل الهجرة، أنه جاء جبرائيل وحاملا هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعلى أنه الله تبارك وتعالى اختاره على أن يؤدي رسالته لأجل تحويل الديانة في مكة من الوثنية إلى الإسلام. وفعلا ببركة النبي وببركة أمير المؤمنين وببركة السيدة خديجة أدى وظيفته وصار الطابع آنذاك في مكة الدين الإسلامي. هذا المبعث النبوي. فالإسراء والمعراج هو متأخر زمانا عن المبعث، فإن الإسراء والمعراج حدث في 17 من شهر رمضان على الأشهر طبعا، قبل الهجرة ب6 أشهر. قبل الهجرة ب6 أشهر، ذاك حدث قبل الهجرة ب13 سنة. حقيقة عفوا للمقاطعة شيخنا، ولكن الحديث حول هذا الموضوع حقيقة يطول ويحتاج الوقت كثير، ولكن للأسف وقتنا جدا ضيق. نختصر بأنه نشير إلى مسألة مهمة أيضا في هذا الحدث المهم، اللي هي المشاهد اللي رآها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم وفي هذا العروج باختصار لو سمحتم، ولو يعني الحديث يطول حول هذا الموضوع، ولكن باختصار إن يمكن. جزاكم الله خيرا. حتما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى كل شيء، وأطلع الله تبارك وتعالى على كل شيء في ذلك العالم، فرأى الجنة ومن فيها، ورأى النار ومن فيها ومن يعذب، ورأى خازنها، ورأى تلك الهيئة لذلك الخازن، وأنه رأه عبوسا، وعندما انطلع على جهنم ومن يعذب فيها نستجير بالله تعالى. لذا يقولون أنه بعض الروايات أن النبي ما رؤية ضاحكا بعد ما رأاه من ذلك الهول. فبالنتيجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى نقطة مع جبرائيل، وأن جبرائيل قال أنه أنا لا أتعدى هذا الحد، ولو تعديت مقدار أنملة لاحترقت. فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللوح والقلم والكرسي وقوائم العرش، حتى أنه عندنا رواية، لأنه أكو كم محطة أود أن أذكرهم بشكل سريع، عن أبي بن كعب عندما كان جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الحسين عليه السلام فقال: أهلا يا أبا عبد الله النبي، يا زينة السماوات والأرض. فقال: أولست أنت يا رسول الله زينة السماوات والأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبي، عندما عرج بي إلى السماء رأيت على يمين العرش مكتوب: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. من الجميل واقعا أنه رأى ملك الموت والقصة المعروفة، ورأى ملك المطر، وأيضا القصة المعروفة والمعلومة، وعلى أنه يحصل مطر وذرات وقطرات المطر، إلا شيء واحد لا يحصيه هو أجر الصلاة على محمد وآل محمد. تعبون كذلك أنه عندما دخل إلى الجنة، أذكر فقط أن المحطتين الروايتين وحتى ما أخذ من وقتكم، الرواية الأولى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما رأوه في الجنة: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة. احنا في شهر رمضان، هذا شهر الله عز وجل، وقع ما احوجنا الى ان نستغل الفرصة ونذكر الله ونسبح. يقول: فرأيت ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وربما امسكوا، فقلت لهم: ما بالكم وربما بنيتم وربما امسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة، يعني يبنون ويستراحون شوية. فقالوا: حتى تجيئنا النفقة. فقلت: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال بنينا، وإذا أمسك أمسكنا. الرواية الأخيرة وأختم هذه، اللي هي بشارة إلى شيعة علي عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما دخلت الجنة ورأيت فيها شجرة
تحمل الحلي والحلل. أسهلها خيل بلقن، خيل البلقن لونها أسود وأبيض، وأوسطها حور عين، وفي أعلاها الرضوان. قلت يا جبرائيل لمن هذه الشجرة؟ فقال هذه لابن عمك أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب. فإذا أمر الله بدخول الجنة يؤتى بشيعة علي حتى ينتهي بهم إلى هذه الشجرة، فيلبسون الحلية والحلل ويركبون الخيل البلقة، وينادي مناد هؤلاء شيعة علي صبروا في الدنيا على الأذى فحبوا في هذا اليوم بهذا. وقعت أمور رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يفتح هذا المختصر. إن شاء الله يجعلنا وإياكم وجميع مشاهدينا وكل اللي يسمعون إن شاء الله من الصابرين. الشيخ حسن السلاوي الباحث الإسلامي وأيضا مسؤول التبليغ الديني في مزار العلوية الشريفة بنت الإمام الحسن عليهم السلام، جزيل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا على هذا وقتك اللي أتحت إلى صباح كربلاء، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه المعلومات. موفقا إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خير. الله يحفظكم.